تتواصل عمليات التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية في البرازيل ما بين الرئيس الحالي جاير بولسونارو والرئيس السابق للبرازيل لولا دا سيلفا. وشهدت المناظرة الأخيرة ما بين المرشحين شهدت سجالا حادا ركز على تعامل حكومة بولسونارو مع جائحة كورونا وكذلك الأوضاع الاقتصادية في البلاد، فيما أظهرت استطلاعات الرأي حصول دا سيلفا على 53% في نوايا التصويت في مقابل 47% لبولسونارو. للمزيد ينضم إلينا من ريو دي جانيرو موفدنا إلى هناك أنس الصبار. أنس، إذن كيف تتم حتى اللحظة عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية؟ إيمان، بيسر وسلاسة، ويبدو أن البرازيليين قد اعتادوا على هذه العمليات، لأن عملية الإعادة أو جولة الإعادة في الانتخابات باتت شائعة مؤخرا في السنوات الأخيرة. في مركز الاقتراع هذا من خلفي على أحد أشهر الشواطئ في العالم، شواطئ كوباكابانا، يدلي الناخبون بأصواتهم ونشهد إقبالا كبيرا في الحقيقة. وهذا يفسر بأن في البرازيل هناك حاجة وإلزامية للتصويت للحصول على الخدمات الأساسية. في الجولة الأولى كانت نسبة التصويت قد بلغت نحو 80%. الناخبون يتوجهون اليوم على عكس ربما الجولة الأولى، وهم يعلمون بأنه مع نهاية هذا اليوم سيعلمون من سيكون رئيس البرازيل للسنوات الأربع المقبلة. وبالتالي فإن عملية الاستقطاب والحشد بلغت أشدها خلال الأيام الماضية، خصوصا مع انتهاء المناظرة والتي على إثرها انتهت عمليات الدعاية الانتخابية الرسمية. لكن البرازيليون من أنصار لولا دا سيلفا وحتى جاير بولسونارو جابوا الشوارع، ويحاول بعضهم إقناع أولئك المترددين أو من صوتوا لمرشحين غير هؤلاء بالتصويت لمن يفضلون من المرشحين. مع نهاية هذا اليوم وتحديدا عند الساعة 5 مساء ستغلق مراكز الاقتراع، التصويت بطبيعة الحال إلكتروني، وبالتالي فإن النتائج ستظهر خلال ساعتين أو ثلاث على أبعد تقدير. لكن هذه النتائج لن تكون نهائية، ربما بعدها بساعة أو بساعتين ستعلن النتائج النهائية عند فرز 100% من الأصوات. هناك أكثر من 156 مليون ناخب برازيلي يدلون بأصواتهم ويحق لهم التصويت، وبالتالي فإن هذه النتائج ستظهر مع نهاية هذا اليوم، وحينها ربما قد نستمع إلى خطاب نصر من أحد المرشحين وآخر اعتراف بالهزيمة. شكرا لك من ريو دي جانيرو ومفادنا أنس الصبار.